هنا 22، هذا فيه 22، وسنتيم 23 فوق، وسنتيم هي 24. هاد الخشبة هادي اللي كتكون أعلى الإطار اللي تيسق فيها الشمع من هنا، اللي كنسوديو فيها الشمع من هنا، من نبغي نقطعها من هنا ندير فيها 3 سنتيم. هاد التقطيعة هادي 3 سنتيم، علاش؟ باش سنتيم يتحط على هاد الفردة وسنتيم يبقى فج. هذا هو الفج، هذا فج ديال الامان، هذا فج الامان، وسنتيم هو هذا، ها واحد الفج، جوج ثالثة لا يتحط عليها فوق الفردة. هاد الفراغات هنا هما لمرور شغالات والملكة كما قلنا للأمان. فخشب ديال 24 كيخلي لي سنتيمتر تحت ديال القاعدة ما بين القاعدة والإطارات، وسنتيمتر فوق، سنتيمتر كيمشي فوق هاد الإطارات وسنتيمتر تحت هاد الإطارات. في بعض الحالات كنضطروا باش نشريو إطارات زيادة، وكنت فاجئوا للدعم، وكنت فاجئوا بوجود الإطارات فيهم عوجاج، إما مثلا ما تنساجموش في هاد الجهة هذه، أو مثلا تتوجدهم طوالين، مثلا هاد الدرع طويل، إلا كانوا ما كينساجموش مثلا هنا فيكفي أنني نتعامل مع النحل بلطف ونخرج سالم، وإلا كانوا هادو طوالين نقص من هاد الدرع هذا، نقطعو ونرفع هذا الفوق ونسمرو، نرفعو ونسمرو، الحل سهل. هذا بالنسبة للخشب ديال 24، أما بالنسبة للخشب ديال 26 فكيخلي مسافة الأمان تقريبا أسفل ما بين القاعدة والإطارات 3 سنتيمترات، وأحسن مسافة اللي يمكن لك تركها ما بين القاعدة والإطارات هي ما بين سنتيمترين إلى سنتيم، يعني سنتيم ونصف، سنتيم، سنتيمترين، أحسن شيء. علاش؟ لأنهم كيساعدوا على ضغط النحل، وضغط النحل كيساعد على حراسة الخلية، وحراسة الخلية كيدخل في مجال الأمان. إذن هاد المسافات ديال الأمان كيف قلنا ضروريا تستعملهم، يكون عندك متسع فوق ما يكونش عالي بزاف، ومتسع تحت ما يكونش كذلك عالي بزاف. وهنايا هاد الأماكن اللي كيمروا منهم الشغالات والملكة. شاتو الدرع ملي كنوضعوه على هاد الشكل كيخلينا كذلك هاد المسافة ديال الأمان هادي لمرور النحل والتنقل من إطار إلى إطار. شاهدتوا؟ هذه مسافة.